أستاذ منتظر، ليش دائما عليك شائعات؟ مو بس شائعات، عليك نظرة إنه أنت دائما تحب تركب الموجة. يعني شيء صير في شيء نشوف اسمك يتصدر بي، مثلا يعني مؤخرا موضوع الامتحان التراكمي أيضا صدرت نفسك. صدرت نفسي. حلو. وين وصلت بالموضوع مثلا؟ شوف اللطيفة بالناس على رب العالمين ما راضي، فلما على ساري لو على منتظر يرضون زين. واحدة من التظاهرات قلت أنا كنت ملتهي بعيشتي وتعرف شغلي أنا ودراستي برا العراق بلبنان. قلت أنا ما شارك بيه، تعال شوف الحكي، ليش منتظر الزيدي ما شارك وليش ما سوى؟ يعني بالحالتين ما راضي طبعا. بس أنا شنو يعني، أكو كانت محاذير على هذا الموضوع ما أجيت شاركت بيه، بس أنا ما أنتظر الناس صدقني ولا يهموني ولا ولا رأيهم محترم عندي ولا شكاكين. ما تحترم رأيهم وأنت صحفي؟ لا 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 أبداً. أنا دا أحكي على رأيين. لا لا أنا دا أحكي على حياتي خاصة مو كصحافي. أنا دول اللي يشككون بي ولا أحترم رأيهم أصلاً. قبل بلوك وروح الحق ربعك. نعم. أما إنه الجماعة التراكمي إجوني وأكثر من مرة قالوا أستاذ ما حد يوقف ويانا. أنا ما أوقف وياهم. زين حصلت لكم شيء بهذا الموضوع لو بس كان؟ لا قدرنا نحصل إنه شهر تأجيل. زين عني شهر تأجيل حقيقة، ووعدني الوزير بأشياء قال ما يصير تنحكي على الإعلام. فأنا احتراما توصلت وياه شخصيا؟ أنا أخذت وفد من الولد. نعم. وجلسوا وياه وسمعوا الموضوع. وقال لهم الوزير إلهم. فقال لهم أنا أتمنى هذا ما يطلع للإعلام وكذا. فأنا ظليت يعني بين نارين مثل بلاع الموس يا أخي، مثل ما أقول. زين تقول لهم تفوت عليهم الفرصة وتفوت على يعني تكون يعني مو حلوة بحقي إنه تنقل كلام. مرت تزيد شعبيتك بس؟ لأنه مرت تزيد شعبيتك بهاي الحركة؟ أنا ما شوف أنا ليش تقحم نفسك بكل شيء؟ ما محتاج أقول لك إنه أنت يقول تشي غيفارا عبارة كلش حلوة، يقول أينما يوجد الظلم فذلك هو وطني. فلما يجونك عشرات الطلاب يقول لك ما إن غير الله وأنت، شو تقول لهم؟ لا والله خاف ساري يقول علي يريد يركب الموجة. لا حبيبي أنت بالحالتين قايلها علي. حتى لو ما كانوا لما يجوني مثلا المهندسين الزراعيين استاذ احنا بس نريد وقفتك ويانا، زين شو اقول لهم؟ لا والله مو اخاف هذول سيئي الظن يقولون انه انت راح تركب الموجه وكذا. لا حبيبي انت ما تهم، مع عفوا مو لك انت، انتم ما تهموني. انا دا اشتغل ويا الله سبحانه وتعالى، والله يعرف. زين لذلك كل واحد يقول لك يعني ما يملي على ضميرك تسوي بدون النظر لاي عواقب. اصلا احنا الموجه حبيبي. طيب على طاري الموجه كلش متواضع.